السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم افطار اخر يوم في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. رمضان جرى وما حسيناش بيه خالص. معانا هنا انا هعمل محشي ورق عنب وفراخ. معايا هنا ورق العنب رصاه بالشكل ده وغسلته طبعا. هنحطه في الميه، ميه وفيها زيت يا جماعه عشان يدي لمعه وما يلزقش كمان في بعضه. تمام، ورق العنب ما بياخدش حاجة على النار خالص، يدوب هو بس يغير لونه وهنطلعه من المية بالشكل ده كده. طبعا عاملين الخضرة وعاملين الطماطم. يدوب بس كده يدوب بالراحة. طبعا الكمية دي كلها انا مش هعملها كلها، طبعا هفرزها بس بوريكوا هيتعمل ازاي. يا دوب ما بياخدش دقيقة على النار علشان طبعا ما يتهريش ويطلع على مية باردة على طول يا جماعة. بالشكل ده كده، ده هطلعه على المية الباردة على طول اهو. المية على طول الباردة كده، نحط كمان واحدة. انا عاملة بالشكل ده كده اهو عشان يفضل ماسك في بعضه. بس طبعا في الاولانية البتاعة دي اتقطعت منها تمام كده. هنروح بقى نشوف هنعمل ايه. خلص ده ونعمل معاكم بقى التسبيكة بتاعت المحشي. هنا بنعمل البصلة كده بتاعت التسبيكة بتاعت المحشي كده اهو. نحمرها بس حاجة بسيطة. وطبعا بقية البصل انا بحطه نايم، ما بحمرش الا بصله واحده كده والباقي بعمله انا. هوريكوا دلوقتي هنا خلصنا الورق العنب بالشكل ده، هاخد منه شويه والباقي عينه. طبعا هحطه في اكياس وعينه على قد الطبخه اللي انا هعملها طبعا في الفريزر. ده كيلو عنب، ورق عنب انا مش هحط يمكن ربع والباقي كله هيتعمل. حط الطماطم بقى يا دوب بس تصفر، وحط الطماطم وارجع لكم. هنا حطيت الطماطم بالشكل ده على البصل يا جماعه. جبت بقى طبعا البصل الني بالشكل ده، ده البصلتين كبار عليهم. التوابل بقى هنحطها، ده ملح وحبه سكر صغيرين، كمون طبعا وكزبره ناشفه وفلفل وبابريكا. تمام، هحطهم على البصله دي وادعكهم وبعدين احطهم على الطماطم. تمام، ارجع لكم. عملنا كده البصلة بالشكل ده كده يا جماعة اهي. تمام، على كل التوابل وبعدين هننزل على الطماطم بالشكل ده كده. تمام، نسيبها بقى تتسبك ولما تخلص ان شاء الله نرجع لكم. نروح بقى نعمل الفرخة ونوريها لكم عملية تتسبك. انا عملت التتبيلة بتاعت الفراخ، طبعا بصل وطماطم وكزبرة خضراء وفلفل اخضر وطبعا ثوم. وهنا كده التسبيكة خلصت بالشكل ده اهي. وعايز اقول لكم التوم بطحنه يا جماعة مع الطماطم في الخلاط. تمام، معانا طبعا الفراخ اللي هعملها. معايا هنا الفلفل، معايا فلفل وكمون وكزبرة وملح. تمام، احطهم بالشكل ده. التتبيلة دي يا جماعة بتخلي الفراخ جميلة اوي. دي معلقة دبس رمان ومعلقة صويا صوص ومعلقة كاتشب ونص ليمونة. تمام، هنحطهم برضو بالشكل ده كده. نخلطهم كلهم مع بعض. دي بتخلي الفراخ جميلة جدا يا جماعة. انا عملتها يوم المشويات،
يوم الفراخ والكفته المشويه في التحدي، بس كانت جميله فعلا فعملتها تاني. هنقلب فيها الفراخ بقى ونرجع. عملناها يا جماعه بالشكل ده اهي، تبلناها، اسيبها بقى اركنها شويه عما اخلص لف ورق العنب وبعدين ادخلها الفرن. تمام كده قلبنا الخضره في الرز يا جماعه بالشكل ده اهو. هنحط عليها بقى طبعا التسبيكه معانا الورق اهو بالشكل ده، هنحط التسبيكه دي. بسم الله كده عاملين كده، مش هحطها كلها، مش الاول هنقلبها. تمام هقلبها بقى وارجع لها. هنا يا جماعة خلصتها بالشكل ده، التسبيكة بقت بالشكل ده كده. تمام عملت هنا قرص طماطم كده قطعته وحطيت عليه شوية خضرة وملحية، وطبعا ده الورق. هنعمل معاك واحدة كده، طبعا اللي بلمع يبقى لتحت يا جماعة والخشن بيبقى لجوه، وطبعا ما نحطش فيه رز كتير، طبعا انا بعمل بإيد واحدة. تمام كده بالشكل ده كده تمام. نعمل كمان واحدة على ورق الايد الصغير. بالشكل ده كده ونلفها كده. طبعا عارفه ان كل اللي بيعرف يعملها، بس في بنات طبعا بيطلبوا مني الحاجات دي انهم يتعلموا. تمام اهو بالشكل ده كده، هنكملهم بقى ونقصهم في الحله ونرجع لكم ان شاء الله باذن الله. يا جماعه لفيت الحله بقت بالشكل ده كده اهي، هنحط عليها طبق بالشكل ده عشان ما يتفكش، وبعدين هكب لها الشوربه. تمام اعصر بس الليمونه في الشوربه كده. بسم الله عشان طعمه طبعا يبقى حلو. هكبها هنا وارجع. تمام كده بالشكل ده يا جماعه اهو. وطبعا الحله لازم تتهز عشان يبقى فيها ميه في كل حته فيها، وبعدين نغطيها وما يخلص بقى باذن الله هنوريها. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا معاكم، ادي المحشي بتاعنا بالشكل ده اهو. ودي الفراخ طبعا اللي عاملينها شوينها في الفرن، ودي الشوربه، شوربه لسان عصفور وبطاطس طبعا لان في مش هياكلوا المحشي بالشكل ده كده معانا. بقيه الحاجه طبعا جوه على السفره، طبعا مش عارفه احطها هنا، عامله سلطه وعامله مخلل جنبهم بالشكل ده. انا عايزه اقول لكم ان انا ما عملتش المحشي في رمضان خالص يا جماعه، ده اول مره اعمل محشي في رمضان، محشي ورق عنب بالشكل ده اهو. يا رب بقى الفيديو يعجبكم ونشوفكم على خير دايما باذن الله. وده اخر يوم في رمضان، اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم دايما على خير باذن الله.